أحسن الله إليكم. المستمع ميم نون هاء من اليمن يقول: ورد في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هل يعتبر الحج بالنظر إلى هذا الحديث مكفرا لجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا على قولي القول الأول أنه إنما يكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، قوله تعالى: إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فشرط في التكفير السيئات اجتناب الكبائر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير إنما يتناول الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة، ولا يكفرها الحج ولا غيره. هذا قول الأكثر. ويرى بعض العلماء أن الحج يكفر الكبائر والصغائر لعموم الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدت، أو رجع كيوم ولدته أمه، مطلق، هذا مطلق يتناول الكبائر والصغائر، وفضل الله واسع. لكن على كل حال لا يجوز التساهل في المعاصي والاعتماد على أن الحج يكفرها، أو رمضان أو الصلوات الخمس، لا يجوز التمادي في المعاصي والاعتماد على الرجاء فقط، بل يتوب إلى الله عز وجل ويحسن العمل. نعم.